ضمن برنامج التدريب الميداني العملي، يواصل طلاب السنة الرابعة بقسم الآثار في كلية الآداب والتربية بجامعة صبراتة أعمال الحفريات بموقع جديدة في مدينة صبراتة. نقوم لطيلة أسبوعين متتاليين بأعمال حفرية وهي من ضمن مشروع تخرج لهذا العام. كنا مجموعة مقسمة إلى قسمين، مجموعة تشتغل في المربع في 5 ومجموعة الأخرى في جي 5. العمل كان متناسق برفقة أساتذة رفقتهم والدكاترة. أعمال الحفريات ينفذها الطلبة على مدى أسبوعين، يتم تقسيمهم إلى مجموعتين تتولى كل منهما أعمال الحفر والتنقيب عن المربع الخاص بها في الموقع، وذلك تحت إشراف أساتذة القسم والمتخصصين في هذا المجال. يقوم العمل والحفر والتنقيب فيه لطلبة قسم الآثار خلال موسم الحفرية. السنة هذه طبعا عدد الطلاب المستهدفين بالحفرية 8 طلاب مقسمين على مجموعتين. الموقع يبلغ مساحته كاملة حوالي 1151 متر مربع. هذا التدريب الميداني الذي يقوم به القسم لطلاب السنة الأخيرة كل عام يأتي تمهيدا لتخرجهم ومعرفة التفاصيل الدقيقة في مجال الحفر والتنقيب عن المواقع الأثرية واكتشاف بعض المواد الأثرية الموجودة أثناء الحفر لتأهيل الكوادر في هذا التخصص تأهيلا جيدا.